خلونا نبدا في البدايه كده مع الساده المشاهدين من استعراض سريع لاحوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا من محافظه القاهره ومن شارع بورسعيد تحديدا من نزله كوبري اكتوبر، بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي بعض الكثافات النسبيه عند الويلي والحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد، في كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه. اما المتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند منطقه المظلات. لو رحنا شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لنص كوبري غمره وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه بعض الكثافات المروريه. من القاهره هنروح للجيزه، شارع الهرم كالمعتاد في كثافات مروريه، الكثافات بتزيد مع ساعات الذروه، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات. في كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني، اما شارع فيصل ففي برضه كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. في اكتوبر طريق الواحات في بعض الكثافات المروريه المتقطعه، انتظمت حركه السيارات امام القادم من الطريق الدائري وصولا لمناطق دريم، وظهرت كثافات متحركه للقادم من امام الفردوس وصولا لمول مصر ومدينه الانتاج الاعلامي، وظهرت تباطؤ في حركه السيارات امام القادم من مناطق الجيزه وشارع الهرم وصولا الى حدائق الاهرام. هنروح مع حضراتكم لمحافظه الاسكندريه، شارع جمال عبد الناصر في كثافات مروريه عند التقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه لكنها متحركه. في كثافات مروريه كمان عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوته عند الاشارات، اما باقي الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه. مكملين جولتنا المروريه وهنروح اسوان، هنبدا من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقه المسل. في سيوله مروريه، وعلى طول الشارع هنلاحظ انه في كثافات مروريه بسيطه يعني لحد ما نوصل لمحطه القطار اللي بيشهد طبعا الطريق حواليها كثافات مروريه، وكمان في كثافات مروريه في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المروريه. دي كانت جوله مروريه سريعه. دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال الطقس. النهارده بتتوقع هيئه الارصاد الجويه انه الطقس النهارده هيكون مائل للبروده ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجه الحراره النهارده العظمى في القاهره هتكون 26 درجه، اقل درجه حراره هتكون في مطروح 24 درجه، اما في اسوان فاعلى درجه حراره هتكون 29 درجه. وهنتابع مع حضراتكم بكل تاكيد الطقس بالتفصيل ولكن بعد قليل.